دابا انت كتكون تهضر واحد كيبقى اناليزي فيك وكيدير لك في الكومونتير كل واحد اش كيقول لك، واحد يقول لك انت علماني، واحد يقول لك انت حداثي، واحد كتاناليزيو ما كتقولوش، ما كتشوفوش المحتوى ديال الكلام، كتحاولوا تبحثوا شكون انا، شنو كندير انايا، واش لاباس عليا، واش ما عنديش، واش متأسلم ولا بغيت نقول لك واحد القضيه. يعني نفرض انا علماني، شنو هذا علماني بعدا عندك نتايا؟ على علماني كافر. شنو هي علماني؟ علماني هو الذي لا يخلط بين الدين والسياسه ولا يستغل الدين في السياسه. ما يخرجش يتوضى برا ويصلي برا باش ينهار انتخابات يمشيوا معاه الناس. نعرف انايا رؤساء جماعات قبل ما يوليو رؤساء جماعات اش كيديروا؟ كيخرجوا يتوضاو برا ويصليوا برا ويمشيوا للجامع ويتلاقاو مع الجامع ومع الجوامعيه ومع ويمشيوا يصليوا الفجر. ومهم داك الشيء مرخص عندهم، ديما خارجين، ديما ناشطين، يهضروا غير على الدين وعلى الدنيا وما متاع الدنيا الا قليله. ايوا مين كيترشحوا خويا وليوا رؤساء؟ وراه خدمت معاهم انايا. ايوا كيختاروا المخيره في الموظفات يطمعوا فيها يتحرشوا فيها، سمعتيني؟ والرشوه والتبزنيس هادشي راه واقع. اما انا ما ترشحت، انا وليتو كتكفروا بنادم وكتكلاسيو بنادم وكتردوا بنادم تصاهنوا بنادم وتحيدوا الوطنيه من بنادم وتحيدوا بغيت والله العظيم الا امركم الا مضحك، بالله متخلفين بمعنى الكلمه وحق الله العظيم الا كتجيبوا التخلف والله لا تفيدون الناس في شيء وحق الله العظيم. اسيدي انا باغي نمشي للجنه ولا لجهنمه، واش اللي غتدخلني منهم؟ انا باغي نمشي للجنه ياك تعاوني عليها؟ ما تقدرش. كل واحد قال لك، كيقولوا واحد مثل مغربي، كل شات وتعلق مكراحه. شنو هي كل شات تعلق مكراحه؟ الحولي من يتذبح كل حولي كيتعلق مكراعه، سمعت؟ ماشي انت غدا يوم القيامه غادي تشهد ليا وغادي تدخلني للجنه، او الا ما عجبتكش غتدخلني لجهنم. هديها في قبك، هديها في قبك وسير انت ضارب على الجنه ودير غير يكون زوين، كوني زوين. انت تلقاك من اشر الاشرار ومن اكبر المنافقين ومن اكبر الشيويه ومن اكبر الشفاره ومن اكبر العنصريين الحاقدين، وكتنعت الناس. تربوا شويه، تعلموا ديروا ليزاناليز، تعلموا تقبلوا الراي الاخر. ما عجبكش الراي ديالي ما تشوفوش، ما تهضرش فيه، تحكم عليا انت. شكون انت؟ شكون انت؟ كاين واحد جوج ديال الناس اللي يقدروا يحكموا عليا، القاضي ديال المحكمه اطرى مخالفه حسب القانون الوضعي، سمعتي؟ درت شي مخالفه ولا والله غدا يوم القيامه ديال القانون السماوي، القانون الذي وضعه الله سبحانه عز وجل هو اللي يحكم عليا. اما انت كبشر الحكم ديالك لا يهمني في شيء ولا يستفزني، داكوغ؟ دونك بالعكس سا مونكوراج اونكور سا مي موتيف ا كونتينيو دو لا ميم فوا دو لا سونسيبيليزاسيون دي سيتويان ماروكان pour prendre la voie de la sensibilisation ديال لا فيجيلونس و لا بريزونس من الظلاميين بحالكم، من الظلاميين اللي كيستغلوا الدين باش يسيطروا على العقول. هما لا علاقة لهم بالدين ولا علاقة لهم بالإيمان ولا علاقة لهم بالإسلام، باغيين يتحكموا لينا في المصير ديالنا غدا يوم القيامة وفي في الدنيا وفي الآخرة. سمعت؟ ما عمركم توصلوا. هذا الشيء حنا اللي كنحاربوا التحكم في عقول المغاربة، تحكم في العقول. On n'allait jamais réussir à maîtriser les cerveaux des Marocains et la volonté des Marocains. Ils vont se réveiller. وغادي ينوضوا ليكم. سمعتي؟ حنا ما داخلينش لهذا السوق ديال الكذوب على المواطن ويستغلوا المواطن ونكذبوا على المواطن باش ناخذوا منه الصوت ديالو أو ناخذوا منه لادميراسيون ديالو ولا ناخذوا. إوا غدا يوم القيامة مين يمشي يقول لهم هذا السيد هذا راه أدى الأذان وما ناضش يصلي. ولا سير دير واحد القضيه، دير ديك الشرطه ديال الاخلاقيات وجي الصباح مع الفجر وشد الزرواطه وبقى تنوض الناس بالزرواطه ينوضوا يصليوا الفجر معاك، باش تبين راسك مسلم. عبد الله ليك وما تحكمش على الناس، سمعتي؟ ربما هذاك اللي كتحكم عليه غادي يمشي للجنه وانت تمشي للنار. انت اللي طلعت في النار اللي راك عايش فيها دابا، الضمير ديالك معذبك، انما ما تقدرش تقول الحقيقه.
تعيش بالكذوب والنفاق وتستغل الدين، ما عندكش ما عندكش ما عندكش الكاباسيتي باش بور برودوير بور كريي، ما عندكش بلا كاباسيتي دو كرياتيفيتي، خاصك تخدم على المنقول، فهمت؟ كتبع كل ما انزل غير باش تخدر الشعوب. اسيدي هذاك الشيء مشى، هذاك الشيء مشى. وفق مع راسك، فق مع راسك. حداتي علماني متصهيين اسرائيلي، هذو كلهم ماشي معيور. اكبر صهيوني هو اللي كيحتقر البشر، والعنصري هو هذا اللي كيعرف غير راسه وكيحكم على بنادم على انه هو ديما على حق والاخرين خاطئين. ايوا ان شاء الله غدا يوم القيامه ودخل نتلاقاو انا وياك، قول لهم هذا ما يدخلش الجنه، هذا راه ادى الاذان وما ناتش يصلي. داكور. الحمد لله اللي ما عندكمش البوفوار. الحمد لله اللي ما عندكمش البوفوار، وما عمر يكون عندكم البوفوار، كل شيء رفاق بكم.